ينضم إلينا من أنقرة الأستاذ المساعد خلدون يالشين قاية، منسق الدراسات الأمنية في مركز دراسات الشرق الأوسط في أنقرة والعميد المتقاعد من الجيش التركي. سيد خلدون، هل هناك أسباب وجيهة لإغلاق هذه المدارس والكليات العسكرية الآن؟ هل تكشفت أسباب جديدة، أدلة دامغة؟ في الحقيقة هذه ليست الكليات العسكرية الوحيدة التي أغلقت. نحن هنا نتحدث عن إعادة هيكلة التعليم العسكري. أولا، الأكاديميات العسكرية ستبقى، ولكن هناك جامعة جديدة لشؤون الدفاع سيتم تأسيسها بقيم دفاعية عالمية. إذن لا أقول إن إغلاق هذه الأكاديميات سوف يذهب بالتقاليد العسكرية. نعم، من ناحية أخرى الأكاديميات الطبية تم إغلاقها، رغم أننا رأينا نقاشا متعلقا بضرورة إبقائها أم لا. إذن هذه الأكاديميات العسكرية تم نقاش شأنها في البيئة العسكرية والأكاديمية، وفي الحقيقة كانت هذه خطة أعدت في السابق، والآن يتم تنفيذ هذه الخطة بسبب محاولة الانقلاب. إذن لا أفترض بأن إعادة هيكلة التعليم العسكري تم اتخاذه فجأة، ولكن له أسس مؤسسية. أيضا رئاسة الأركان والكلية المتعلقة بها أيضا أغلقت، وهذا أيضا لمطابقة القيم الدفاعية العالمية. إذن يبدو هذا التغيير راديكاليا، ولكن هذه التغييرات تم نقاشها من قبل عسكريين وأكاديميين في السابق. حسنا، يعني تم نقاشها، عذرا على مقاطعتك، تم نقاشها، كيف يمكن أن تؤثر على مجمل قيادات الجيش التركي وتكوين الجيش، وكيف يمكن أن تكون مفيدة؟ بالنسبة للتعليم العسكري العالي أقول بأن هذا الأمر سيكون مفيدا، ولكن بالنسبة للبنية القيادية فهذا يخلق توازنا بين ما هو مدني وعسكري. إذن من الجانب المدني فإن هذه البنية تم تغييرها بعد هذا الإعلان أو المرسوم، ولكن حسب فهمي إلى الآن من المبكر أن نعلق على هذا الأمر، ولكن حسب فهمي فهذا كما قلنا يطابق طبيعة عسكرية رشيقة تواجه عدوا أجنبيا وتحمي البلد. ولكن القضية الوحيدة التي يجب أن نثيرها الآن هو أن أعضاء البرلمان الآن دعموا حالة الطوارئ، وهذا القانون أو المرسوم يجب أن يقره البرلمان، وأعتقد أنه خلال مرحلة التصديق في البرلمان سنرى عندها موقف أحزاب المعارضة. ولكن سيد خلدون، هل تركيا قادرة على استيعاب هذه التغييرات والتغيرات المتلاحقة المتسارعة في هذه الفترة، يعني بسرعة هكذا؟ نعم، هذا صحيح. وفي الحقيقة ناقشنا ضرورة إصلاح النظام الدفاعي لمدة 3 أعوام في تركيا، وهذا
اعتبر فرصة لنا الآن بعد محاولة الانقلاب للتعامل مع البنية الدفاعية في تركيا وإعادة هيكلتها. إذن فهناك استفادة من هذه الأزمة وتحويلها إلى فرصة، وأنا أفضل هذه الطريقة والعمل العصرني للإبقاء على العسكر في حالة قوية. شكرا جزيلا لك من أنقرة الأستاذ المساعد خلدون يالشين قايا، منسق الدراسات الأمنية في مركز دراسات الشرق الأوسط في أنقرة والعميد المتقاعد من الجيش التركي.